السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. في البدايه قبل ما اروح واقول اخبار فريقنا، يعني اللي بيستعد ان شاء الله لمباراه الغد امام المقاولون العرب في الاسبوع السادس، دي المباراه المؤجله من الاسبوع السادس. خليني بس اعزي نفسي واعز كل المجال الرياضي خاصه المقروء والمسموع، بما ان احنا بنعزي شخصيه من الشخصيات المحترمه في كان في هذا المجال، اللي ممكن يكون يعني بنقول ان احنا في القلائل الصراحه، ان انت ممكن تلاقي شخصيه زي استاذ خالد العشري رحمه الله عليه بنفقده امس امبارح، يعني كان خبر محزن علينا جميعا. احنا كنا امبارح في حفل استفتاء الاهرام للرياضي للافضل وجالنا هذا الخبر المفجع، ولكن طبعا كل الرحمه والنور عليه، شخصيه محترمه. انا شخصيا عاشرته من وانا في قطاع ناشئين حتى الدرجه الاولى، يعني ما شاء الله كان من الشخصيات المحبوبه لكل اللاعبين لكل الاداريين لكل شخص حتى خارج الاريا بتاعته او المجال بتاعه. طبعا هو نائب رئيس تحرير جريدة المسا، هتلاقي كل الصحفيين امبارح اصحابه وزملائه كانوا في حالة حزن شديد من هذا الخبر، لكن رحمة ونور عليه يا رب، من الشخصيات المحترمة وفاتحة ليه بأمر الله كده، كلنا ندعي له بهذه الرحمة يا رب. كل يعني الحزن والأسى بعزي هذا الشخص العزيز على قلبي أستاذ خالد العشري. يعني ده كان لازم في البداية أقولها، لأنه واحد من الناس اللي أنا عشت معهم فترة طويلة وكان ضيفنا دايما باستمرار هنا في قناة النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله